فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لقد من الله علي وعلى أهلي من غير هذه البلاد بكتب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولدرسناها. لقد إيش؟ من الله علي وعلى أهلي من غير هذه البلاد بكتب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فدرسناها وتعلمناها، ولكن وزع علينا في هذه الأيام كتاب بعنوان قواعد في توحيد الإلهية، وفيه ما يلي: أن شروط لا إله إلا الله السبعة ليس عليها دليل يحدد عددها. اتركوه هذا، اتركوه، بس هذا من المتعالمين، اتركوه وامشوا على ما أنتم عليه من كتب الشيخ محمد وكتب السلف. أما كتب هؤلاء المتعالمين اتركوها ولا تلتفتوا إليها، لأنها غثى وجهل. نعم.